مع تواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والتي أدت لفرار العديد من العائلات وموجات نزوح مستمرة ما أدى إلى ازدحام غير معتاد في شوارع بيروت، أسفرت الهجمات عن قتلى وجرحى وتدمير عدة مبان لتضاف إلى معاناة الشعب اللبناني معاناة جديدة جراء العدوان الإسرائيلي. احنا هون لانه بمنطقتنا يعني في ضرب وكسف، والكان الكسف امبارح مش معقول، يعني حوكنا هربانين حورجعنا على البيت مره تانية انه بدنا نكفي لنا شوي وبيطلعوا، بعد شوي لقينا الكسف عم يشتد ويشتد ويشتد، يعني امنا اجينا لهون وهلا ناطرين بس لحضره نتنياهو يوقف الكسف لنرجع على بيوتنا. فلينا وهربنا من بيوتنا، والله بيعلم اذا بنحن نرجع على بيوتنا، يعني الله بيعلم. وبقول انا الله يحمي هالشعب اللي تشردت من بيوتها واللي تشردت من بعلبك ومن جنوب ومن كل البلاد وكل المناطق اللي صار فيها حرب، الله يحمينه والله يكون معهم.